بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا، يا رب تعجبكم. عاملين وصفات لذيذه هتحبوها قوي، يا رب ان شاء الله تعجبكم. احنا على الهوا معاكم لمده ساعه الا ربع، هنقعد مع بعض كده نعمل اكلات حلوه جدا. وكلموني بقى، الارقام اهي على الشاشه علشان تتصلوا بيا، قولوا لي ايه رايكم بقى في اللي احنا بنعمله، وتحبوا نعمل لكم اكل ايه. انا تحت امركم في اللي انتوا عايزينه كله. احنا هدفنا في البرنامج ده ان كل حد مكسل يطبخ او حاسس ان الاكل ده حاجه صعبه، لا تتشجع كده وتقوم تدخل المطبخ وتعمل احلى اكل في البيت. ان شاء الله يا رب الحاجات اللي احنا هنقدمها لكم النهارده تعجبكم. اول حاجه هنعمل النجريسكو، مكرونه بالفراخ، جميله جمال، حلوه جدا وسهله جدا. ومعانا منورنا مكرونه ديليسيا المصريه، حلوه قوي قوي بالشكل الجديد. عايزه اقول لكم ان هي بقى فيها نشا اقل والبروتين فيها بقى اعلى، حلوه جدا جدا يا جماعه، هتعجبكم قوي، خطيره. ومعموله كمان من دقيق السيمولينا، فيعني هتعجبكم قوي. هنعملها سوا دلوقتي مع بعض في وصفة النجريسكو، وهنعمل البشاميل وهقول لكم الحشوة تبقى ازاي عشان طعمها يبقى حلو. عندنا الوصفة التانية بقى، هنعمل فطائر البيتزا، حاجة كده تشبه الميني بيتزا، عجينة تافهة جدا وسهلة جدا، هنحط عليها شوية توبينج لطيف، حجمها صغنون، هتدخل الفرن هتلاقوها طرية ولذيذة، هتعجبكم جدا ان شاء الله. واخر حاجة هنعمل الميجا سينابو، هنعمل السينابو بس ميجا بقى كبير كده، رهيب وسهل جدا جدا وحلو بقى في يومين السقعه دول. القرفه انتوا عارفين بقى بتدفي وكده، بس ما ناكلش حته كبيره برضه لانه مليان زبده. ان شاء الله يا رب تعجبكم. نبتدي بقى ونخش على طول في النجريسكو. انا معايا مكرونه اسباكيتي ديليسيا المصريه، تمام؟ حسب بقى انتوا عدد الاسره ايه، انا هستخدم الاسباكيتي ده كيس تقريبا 400 جرام. صح، استنى ما نشوفه مكتوب عليه 400 جرام ولا 500 جرام. مكتوب فين يا جماعة؟ هو تقريبا نص كيلو. نص كيلو، تمام؟ هيبقى حلو قوي يعمل لك صينية كده وسط ظريفة تكفي تقريبا من 3 لأربع أشخاص، تمام؟ نعمل إيه بقى؟ هنسلقها الأول وهقول لكم بنسلقها إزاي. وهنحضر البشاميل. البشاميل عبارة عن معلقتين كبار من السمنة معاهم معلقتين كبار من الدقيق. عايزين الدقيق يبقى قد السمنة، أو 3 معالق سمنة 3 معالق دقيق كده، تمام؟ لتر من اللبن الحليب، يعني 4 كوبايات كبار. معايا كوبايه شوربه، ممكن اقل ممكن يعني اكتر، حسب احنا احتياجنا للشوربه هيبقى علشان نخفف بيه لزوق يعني سمك البشاميل. معايا مكعب مرق، معلقتين كبار من الجبنه الكوبايات الكريمي باي طعم تحبيه، ونقدر نستبدلها بالجبنه المثلثات، الجبنه المربعات او الجبنه المبشوره. ملح طبعا وفلفل ورشه جوز الطيب، بس كده ده البشاميل ان شاء الله. حشوه النجريسكو بقى عباره عن ايه؟ معايا وراك من الفراخ مستويه، انت بقى مفصصاها كانت مسلوقه مثلا او كانت مشويه وانت مفصصاها زي الفل. لا ما عندكيش، خلاص يبقى هاتي الاوراك المخليه من العظم ومن الجلد وقطعيها وشوحيها، مفيش مشكله، او تكون مسلوقه وبعد ما تتسلق تقطعيها، المهم ان احنا عايزينها مستويه. معايا كمان بصلايه متقطعه صغير، معايا فلفل رومي اخضر متقطع صغير، شرايح من المشروم، 3 فصوص من الثوم المفروم، طبعا المشروم اختياري، لو مش عايزه تحطي مشروم مفيش مشكله. معانا كمان زيتون اسود متقطع شرايح، ومعانا كمان فصين من الثوم المفروم، جبنه شيدر شرايح، دي عشان الاخر بقى عشان نحطها على وش الايه المكرونه قبل ما تدخل الفرن. وبس خلاص، وصفه خطيره هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. عايزين نحضر الحشوه ونحط زيت في الطاسه كده اهو، وناخد بقى ايه اول حاجه عايزه انزل بيها الفراخ المسلوقه، تمام كده اهو، ناخد لها كده تشويحه، نسايل الفراخ عشان بقى ايه لو لسه فيها مثلا ميه مكان السليق ولا اي حاجه من الكلام ده كله. تعالي يا حته الفراخ انت رايحه فين اهو، تنزل كده ايه ميتها وتشرب ميتها كويس قوي قبل ما نضيف لها بقيه المكونات. نيجي بقى ايه للمكرونه، احنا بنسلق المكرونه ازاي بقى يا جماعه؟ ولا بنحط زيت ولا مش ولا الكلام الفارغ ده خالص، هي ميه سخنه بتغلي على النار، هنحط لها ملح، هناخد ملح كده ونحطه في الميه اللي بتغلي. ومعايا كيس المكرونه، مكرونه مصريه ديليسيا،
معموله بقمح السيمولينا. طبعا المقص عشان ايه؟ عشان انا بوقع. تاخد كده. في ناس طبعا بتحب تكسر المكرونه قبل ما تحطها في ميه السليق. انا بحب احطها كده بحجمها. انا اخدها كده ونحطها على طول ايه في الميه اللي بتغلي وعليها ملح كده اهو. بس خطيره. هتلاقوها وهي بتتسلق كل ده عمال ينزل تحت، هتلاقوها بايه نزلت واتسلقت. اهم حاجه بقى يا جماعه، ما تخلوش اي نوع مكرونه عامه يعني اي شكل ليها، سواء اذا كانت سباكيتي كده او بني او خواتم او اي حاجه من الكلام ده كله، تاخد وقت طويل في الايه في السليق علشان ما تتعجنش معاك. خلوا بالكوا قوي من الحكايه دي. تمام، انا كده بشوح الفراخ. اول ما المكرونه تبتدي تطرى هطلع التانج بتاعي واقعد اقلبها كده برضو علشان ايه اديها فرصه تفرفط وتبقى مسلوقه حلو. ادي اهو الفراخ اتشوحت، هنحط عليها البصل والفلفل الرومي الاخضر والثوم والزيتون والمشروم والكلام ده كله. معانا جيهان. الو مروه. اهلا اهلا. منوره الدنيا يا بابا. حبيبه قلبي، يا رب يسعدك نورك. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليك ولادي. حبيبتي وحضرتك طيبه يا رب، تسلمي. بقول لك انا عايزه القرص الطريه يا مروه. حاضر. وبسلم على مدام احلام ومايكل ورورو. حبيبتي يوصل يوصل يا حبيبه قلبي. وهننزلك حالا دلوقتي مقادير القرص الطريه، احنا عملناها فظيعه، انا عايزه حضرتك تجربيها وتكلميني تاني تقولي لي ايه رايك. لو سمحتي يا نهى، عايزين ننزل وصفه القرص من فضلك. شكرا يا حبيبتي قوي. انا حطيت البصل، عايزين نحط الفلفل الرومي الاخضر اهو. حشوه النجريسكو دي يا جماعه هتعجبكم قوي، خطيره كده اهو. ومعانا المشروم، هنحط شويه لو تحبوا. المشروم حلو قوي فيها، لكن لو انتوا مش حابينه خلاص هو اختياري يعني. نقلب المشروم، عايزينه برضو كده ايه ياخد له تقليبه ويدبل كده اهو. ونحط الثوم، انا الثوم مقطعاه شرايح عشان ما يتلسعش معايا، ياخد له كده كام تقليبه ويبقى محافظ ايه على ان هو ميبقاش ملسوع كده عشان ما يغيرش طعم الحشوه اهو. عشان ادبل الخضار ده هديله رشه كده ملح وفلفل كده اهو. المشروم بس يدبل شويه، واحط بقى ايه الزيتون. تعالوا كده نشوف ايه اخبار المكرونه. مكرونه ديليسيا المصريه، بصوا اهو. انت بقى المفروض تبتدي بقى ايه تفرفطيها كده، تلاقيها بقى دخلت كلها في السليق زي ما اتفقنا. احنا مش عايزينها ابدا تاخد وقت طويل في السليق عشان تطلع معاكي كده مفلفله وحلوه وظريفة. وكده كده مكرونة ديليسيا المصرية معمولة بقمح السلمونيلا، فهتلاقوها حلوة جدا. السيمولينا، انا قلت ايه؟ انا قلت حاجة تانية؟ انا خلاص عجزت، انا مش عارفة اي امنا بقى حد عامل لي عمل. ها انا يعني عندي مشكلة، عندي عكوسات. هحط الزيتون. اه يا عيني عليا والله. تعالوا شوفوني زمان كنت ايه، ورده مفتحه، فاكره كل الحاجات. دلوقتي خلاص يلا الحمد لله. انا حطيت بقى الزيتون. الزيتون ده بقى هيودي الحشوه في حته تانيه خالص، اعمل لكم بقى حشوه بجد خطيره. بس كده الحشوه كده خلاص. عايزين بقى نعمل البشاميل. انا هطفي على الحشوه. شكرا يا حشوه. ونروح بقى ايه لحله البشاميل، ونبتدي بقى نحط السمنه وبعدين الدقيق. معانا مين على التليفون؟ معانا ام احمد. الو، ايه اللي حصل؟ كلمينا تاني لو سمحتي. اهو انا عايزه كده ايه السمنه تسيح. يا ده الحله سخنه قوي كده. انا طفيت خلاص على الحشوه.
ادي السمنه كده هتسيح، ونقوم ايه بقى، نقوم حاطين الدقيق اهو كده. بصوا الشكل الدقيق مع السمنه عمل ازاي اهو، هو ده كده الدقيق والسمنه ده بيبقى شكلهم. ونحط اللبن، لتر من اللبن الحليب يعني 4 كوبايات كبار كده كده كده. افضلي كده قلبي شويه حلوين. حاضر يا استاذه سمر، استاذه سمر انت عايزاني ابدل؟ حاضر يا استاذه سمر اهو، انا حطيت المكرونه هنا تكمل تسويه، ونخلي الحشو هنا كده كده. عارفه تصوري يا استاذه سمر بس الا الاخراج، لا 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 ما اقدرش اتكلم. بس كده زي ما انتم شايفين السمنه والدقيق واللبن. اللبن بقى لما يبقى بارد ونحطه على الدقيق والسمنه هيديكي فرصه ان انت تقلبي وتطمني ان البشاميل مش هيكلكع. معانا جبنه من كوبايات بقى كريمي بطعم الشيدر، هتبقى حلوه قوي، او ممكن في كمان اللي هي بطعم الرومي، هتلاقوها ظريفه جدا. هي الجبنه الكوبايات، وزي ما دايما بقول لكم نقدر نستبدلها بجبنه مكعبات اللي هي المربعه دي او المثلثه، او جبنه مبشوره، اي جبنه مبشوره عندك، جبنه رومي، جبنه شيدر، مفيش مشكله. هنحط بقى مكعب مرق ورشه جوزه الطيب وملح وفلفل. معانا مين؟ معانا استاذه شاديه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا اهلا. ازيك يا احسن شيف؟ حبيبتي حبيبه قلبي، يا رب يسعدك. كل سنه وحضرتك طيبه يا رب، حبيبه قلبي دايما ممتعانا كده على الشاشه، يا رب يخليكي ومنورانا، ربنا يخليكي لنا يا رب. ده نوركم يا حبيبتي، يا رب يخليك. احنا اهل الشرقيه بنحبك جدا، اجدع ناس واجمل ناس حبايبي حبيبتي. والله العظيم كلنا بنحبك والله يا شيف مروه، مش عارفين نشكرك ازاي والله. حبيبه قلبي، ربنا يا رب يسعدك. ربنا يخليك لينا يا رب. تسلمي. وتعملك معانا والله. لا ازاي بقى، لا ازاي، ده انتوا حبايبي، ويا رب كده تكون الوصفات بتعجبكم والحاجات كده تكون خطيره. نورتيني يا سكر. هنحط كمان ملح وفلفل. ملح وفلفل. بس كده. ومعايا الشوربه تحسبا لايه بقى؟ لان احنا نحتاج نخفف شويه سمك البشاميل. انا عايزه كده ايه اطمن على المكرونه، اخبارك ايه هي مكرونه يا حلوه اهو، بصوا تجنن يا جماعه، خطيره هي. اول ما بتطرى معاكم كده وتبقى تمام، ما بنسيبهاش كتير بقى، احنا عايزينها تبقى ايه، واخده نص سوا كده، لسه هيتحط لها بشاميل ولسه هتدخل الفرن، فعلشان ما تبقاش معاكي معجنه خلوا بالكم. بصوا خطيره مكرونه ديليسيا المصريه، لا لا دي عجبتني قوي بصراحه. حلوه جدا ما شاء الله ما شاء الله، ولونها حلو قوي، والمكرونايه جميله ما شاء الله. كده هو بقى نلم اشياءنا من الحواويز دي كده، وايه واحنا هنا سالقين برضو مكرونه ديليسيا هنا معانا، عشان نخش على طول نرتب على طول الصينيه كده اهو. وعايزين نجيب بقى ايه الصينيه اللي احنا هنعمل فيها. انا جبت صينيه بايركس عاديه خالص، ضروري جدا نديها مسحه زيت. مسحه الزيت دي بقى بتعمل ايه؟ يخليكي لما تيجي تطلعي حته المكرونه تلاقيها طالعه كده ايه حته بحتتها، ما تلاقيهاش لزقت معاكي في الصينيه، فدي بصراحه بتبقى حلوه قوي. وبصوا هنا البشاميل اخباره ايه، يا عيني يا عيني عليك يا بشاميل يا تحفه. هنحط له شويه شوربه عشان نخففه بس شويه صغيرين بس كده اهو. بصوا بقى حلو قوي قوي يا جماعه قوي، بشاميل ايه مظبوط. عايزه اوريكم سمكه، بصوا سمكه عامل ازاي، هاتيه لنا كده يا سموره، احلى بشاميل، بصوا جماله خطير خطير قوي. انا هجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها النجريسكو، ونحط طبقه كده من البشاميل تحت بعد ما دهناها زيت كده. وانا بقى هاخد من المكرونه اللي احنا لسه سالقينها دي، لان هي خلاص استوت. بصوا خطيره ازاي، هاتيها لنا كده يا سموره لو سمحتي اهو. هاخد منها كده واحط على طول في الطاجن كده اهو، هذا الشكل الظريف اهو.
بس كده. بص خطيره ازاي يا جماعه، تجنن، حلوه قوي قوي. ممكن كمان نخلطها كده عشان نتاكد ان ايه البشاميل اللي تحت دخل فيها. عشان كده بقول لكم ما تسيبوهاش تستوي زياده عن اللزوم. بصوا استوت معانا على طول واحنا واقفين دلوقتي، هو ده كده الافضل. ناخد بقى من الحشوه، وعايزه اطفي على البشاميل. تعالي بقى هنا كده يا حشوه، حشوه التحفه اللي احنا عملناها بالفراخ والزيتون والمشروم والبصل والفلفل الالوان والثوم. يا جماعه ريحتها تجنن، رهيبه. لا لا الحشوه انا بحبها قوي، الحشوه دي تحديدا. ناخد بقى كده ايه من البشاميل برضو نحط على الحشوه كده كده كده، ونروح تاني للمكرونه. وانا لو مسكت الحله ايه، لا عادي اهو، ناخد منها كده اهو مكرونه ديليسيا المصريه، ونفرد كده اهو. بصوا بقى خطيره كده اهو، عظيمه بصراحه، تجنن اهو. انا بحاول انشل كل حتت المكرونه، واحنا علشان سلقينها بطولها فمش متكسره، فايه سهل على طول ان انا طلعتها من الميه السخنه من غير مصفى ولا اي حاجه. تمام التمام. بعد كده بقى ايه، هنحط لها البشاميل تاني، هنغطيها بقى كده بالبشاميل كده اهو. كتير بقى كتير، غطوها كده بالبشاميل. انا مريم بنتي بتحب المكرونه النجرسكو بشكل، وهي النهارده اجازه، لو بتتفرج عليها دلوقتي اول ما اروح تقوم بقى الاقيها حاطه ايديها في وسطها بقى كده، وانا بقى هتعملي لي مكرونه نجرسكو امتى؟ حاضر يا مريم لو بتتفرجي عليا، يا رب تكوني ما بتتفرجيش عليا دلوقتي كده اهو. انا حطيت طبقه لطيفه جدا من البشاميل على المكرونه الاسباجيتي ديليسيا المصريه، ونحط بقى ايه جبنه موتزاريلا اهو، وهنحط كمان جبنه شيدر على الوش كده، وفرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. هنسيبها لمدة 25 دقيقة بالكتير، الجبنة بس كده تسيح وتاخد لون حلو، وتبقي خلصتي النجرسكو وتاكلوها بالهنا والشفا. جربوها، وجربوها بالمكرونة ديليسيا المصرية بدقيق القمح، ويعني ما فيهاش أبدا ولا نشا ولا أي حاجة، مش هتلاقوها بتعجن معاكو، فظيعة. فيها بروتين، نسبة البروتين فيها في صناعتها اكبر وافيد بكتير. جربوها وقولوا لي كده ايه رايكم. وفاصل بقى بسرعه جدا الم اشيائي دي كلها، ونرجع بقى نعمل مخبوزات لطيفه جدا هتعجبكم قوي، بيتزا كده صغيره كده حلوه جدا. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل دلوقتي وصفه خطيره يا جماعه جدا هتعجبكم قوي، هنعمل فطائر الميني بيتزا، حلوه جدا جدا جدا. هقول لكم دلوقتي، طبعا احنا على الهوا، والمخرجه الخطيره بتاعتنا سموره هتنزل لكم حالا ارقام التليفونات عشان تلحقوا تكلمونا. انا مستنيه تليفوناتكم تحت امركم في اي سؤال في اي حاجه، واحب اسمع منكم ايه رايكم في الحاجات اللي احنا عاملينها النهارده. نقول بقى مقادير فطاير البيتزا. انا معايا 3 كوبايات من الدقيق، انا محتاجه دقيق يكون قوي مكتوب عليه مخبوزات او جميع الاغراض،
علشان يبقى يعمل لنا عرق كده في العجينه وتطلع معاكي ناجحه وحلوه. هنحتاج عليها رشه ملح طبعا، معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من السكر، معلقه كبيره من الزيت، وميه دافيه للعجن اللي هي عجينه البيتزا العاديه جدا، دقيق وميه وسكر، رشه ملح وزيت بس. هنعجن الكلام ده كله ونعجنه حلو جدا علشان تبقى العجينه معاكي ناجحه، وبنسيبها تخمر. بنعمل لها على الوش بقى شويه حشوه لطيفه، معانا سوسيس متقطع شرايح اللي هو السجق المصنع ده، ممكن تستبدلوه بالسجق الشرقي بتاعنا العادي جدا، ممكن تستبدلوه بالخضار بس، يعني مش لازم خالص تحطوه، زي ما انتوا عايزين. احنا معانا شرايح من السوسيس ده، وطبعا السوسيس ده انا بحب ادخله في ميه سخنه بتغلي كده دقيقتين وانشله تاني على طول قبل ما ابتدي استخدمه، انا بحب اعمل كده معرفش ليه، انا بحب اعمل كده وخلاص بطمن اكتر. ومعانا كمان مكعبات من الجبنه الشيدر، مكعبات كده حلوه من الجبنه الشيدر، ممكن تستبدليها طبعا بالجبنه الشيدر المبشوره مفيش مشكله، وبرده ممكن بدلها خالص جبنه موتزاريلا، بس هي الجبنه الشيدر هيبقى ليها طعم على الوش بتاع العجينه، ممكن برده الجبنه الرومي هتبقى حلوه جدا. طماطم شاري ممكن تستبدليها طبعا بالطماطم الحلوه الكبيره بتاعتنا بس تقطعيها مكعبات، وفلفل اخضر متقطع شرايح متقطع مكعبات زي ما انت عايزه. احنا هنحط بس الاربع حاجات دول على وش الفطاير وبس خلاص. نجيب بقى هنا كده بوله كبيره حلوه كده اهو، حط الدقيق، دقيق مخبوزات او مكتوب عليه بيتزا، هنحط رشه الملح ونضيع الملح كده في الدقيق علشان ما يعطلناش عمليه التخمير، نحط الخميره ونحط السكر، ومعانا بقى الزيت هنحط الزيت، معلقه كده كبيره اهو كده، معلقه كبيره من الزيت بس كده، ومعانا بقى ميه دافيه، نجيب الميه هنا اهي علشان نعجن بيها العجينه الحلوه دي. الميه الدافيه طبعا هتساعدك اكتر ان العجينه تخمر اوام اوام كده اهو بهذا الشكل الظريف كده اهو. نلم العجينه، حسيتي انها محتاجه لسه ميه نحط ميه كمان، زي ما انتوا عارفين انا بحب قوي اعجن بايدي بصراحه، ببقى حاسه بالعجينه وحاسه بسمكها وواخده بالي هي محتاجه سائل قد ايه، يعني الواحد كمان بالخبره بقى من كتر ما بيعمل عجين بيبقى بالنسبه له ان هو يعمله بايده احلى بكتير. انا طول عمري بحب اعجن بايدي قوي، يعني في ناس كتير بتقعد تقابلني يا مروه انت ليش بتستخدمي العجان، هو العجان فيه حاجه، هو مش يعني متصورين مثلا ان هو ممكن يبوظ الوصفه او حاجه، اقول لهم ابدا خالص، بس انا بحب اعجن بايدي، انا بحس باستمتاع لما اعجن بايدي ببقى مبسوطه اكتر. بصوا كده اهو العجينه لمت، هتفضلي بقى تعجيني فيها كده دقيقتين ثلاثه لغايه لما تبقى ناعمه معاكي، هو ده بقى سر برده مهم جدا في العجينه، وبعد كده بتغطيها وسيبيها تخمر لغايه ما يتضاعف حجمها. معانا مين؟ معانا رضوى. الو الو، اهلا يا رضوى، ازيك يا سكر؟ الحمد لله. عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله زي الفل، كله تمام. انا بحب حضرتك جدا حبيبتي، وانا بحبك اكتر اكتر. ايه رايك بصي بنعمل ميني بيتزا كده لطيفه جدا، انا بعشقها بجد. انا عايزاكي تركزي كده في المقادير، وانت بقى ممكن تعملي العجينه دي ما فيهاش حاجه بقى، يعني انت هتقعدي تعجنيها كده وتفرحي ماما بقى. انا بحب الطبخ جدا. انت شطوره، واضح من صوتك كده ان انت نشيطه وذكيه وشاطره، برافو عليكي. قولي لي عندك اي سؤال؟ لا شكرا، بسلم على حضرتك. حبيبتي انا اتشرفت قوي، نورتيني يا رورو يا سكر. نجيب بقى العجينه الخمرانه وقرمه العجين اهو كده اهو، تخمر بقى ايه تكلبص كده وتكبر وتبقى خطيره. كل اللي احنا هنعمله احنا محتاجين نقطع العجينه دي كور، وبعد ما نقطعها كور نسيبها تخمر كمان شويه، فاهمين قصدي؟ انا كده ايه، بصوا اهو اخدها كده هنا كده عندي على الكاونتر بهذا الشكل الظريف
عايزين نرش رش الدقيق الاول كده قبل ما نحطها كده اهو اهو العجينه الحلوه دي. ومعانا بقى مثلا كده قطاعه ولا حاجه كده اهو هنقطعها عشان نعملها ايه كور. انا قطعتها كده نصين وكل نص فيهم هنقطعه كده علشان نعمله ايه كوره. ممكن كمان كل نص فيهم نقطعه تاني برضو. بصوا كده اهو بالشكل ده علشان نعمل بقى الميني فطاير الحلوه دي. هوريكم حالا دلوقتي ايه. لا دي كويس، لا ممكن نقسمها نصين اهو. وهنا نفس الحكايه اهو، وناخد كل واحده فيهم كده اهو. انت كده بتسهلي على نفسك ايه حجم الكوره اللي انت هتعمليها في الفطاير الحلوه دي كده اهو وكده اهو اهو اهو. بصوا بناخد واحده واحده فيهم نلفها كده على نفسها تمام، تبقى كده ايه كوره بالشكل ده. بصي 3 كوبايات الدقيق هيعملوا معاكي ايه كمية فطاير خطيرة كده اهو. بصوا اهو اقعدي بقى كوريهم كلهم، وعايزينهم يخمروا شوية كمان هيبقوا زي اللي معايا دي. بصوا بصوا الفرق، هاتلنا يا سمورة كده ما بين ده وده. بصوا فرق دي وفرق دي، بصوا دي لسه عاجنينها ولما اتسابت خمرت ازاي. فانتوا بعد ما تكوروها كده غطوها بفوطة وسيبوها ربع ساعة كمان هتلاقوها عملت كده. هنقوم بقى ايه موسعين كده في النص. بصوا انا عملت ايه اهو في النص كده، وهسيب الايه الاطراف منفوخه زي ما انتوا شايفين كده اهو بالشكل ده كده اهو. ومعانا بقى السوسيس اللي احنا قلنا عليه، هنحط كده لكل واحده على الوش كده واحده. ومعانا الجبنه، مكعبات من الجبنه الشيدر كده اهو بالشكل الحلو ده، والفلفل الرومي الاخضر برضو. بصوا ظريفه ازاي، وهتلاقوها يا جماعه تحفه ان شاء الله تعجبكم جدا. ومعانا بقى طماطم كمان، بس كده السكينه اهو كده. ممكن طماطم تشيري برضو معاها، وتدخل الفرن فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص تمام. هتديها تقريبا من ربع ساعة بالكتير قوي 20 دقيقة، هتلاقي شكلها باين جدا انها استوت وبقت تحفة. ممكن كمان ندهن الفطاير دي من بره بصفار بيضة مخفوقة كده معاها معلقة لبن ورشة ملح وفلفل، وتدهنيها وتدخليها الفرن هتلاقيها رهيبة. بصوا احنا عاملين منها هناك خطيرة، من المدرسة للعشاء للفطار تحفة، هتعجبكم جدا يا جماعة. وطبعا زي ما احنا متعودين اي حاجة من المخبوزات بتخرج من الفرن سخنة بنطرطش عليها مية بطراطيف صوابعنا ونغطيها بفوطة بس 3-4 دقايق عشان تهدى كده وتبرد وتبقى خطيرة. جربوها قولوا لي ايه رأيكم. فاصل بقى نلم الكلام ده كله ونرجع نعمل الميجا سينابو. سينابو كبير كده حلو قوي خطير. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت
دلوقتي اخر فقره للاسف في الحلقه، يا رب تعجبكم. هنعمل السنابو مع بعض. الحقيقه انا ايه عملت الوصفه اللي انا هقدمها معاكم اللي هو السنابو العادي، وبعدين قلت لا انا عايزه بقى معاكم على الهوا اقدم لكم شكل السنابو. خلاص عرفتوا هو بيتلف ازاي وهو صغير، عايزاكم بقى تشوفوه لو هنعمله اكبر شويه في صينيه كيك مثلا زي دي هيبقى لطيف جدا. فهنعمل واحد هنا دلوقتي تشوفوا شكله عامل ازاي غير اللي احنا بقى مقدمينه مع بعض دلوقتي، ونقول بقى المقادير. وطبعا انا بفكركم ان احنا على الهوا عشان تلحقوا تكلمونا قبل الحلقه ما تخلص، تمام؟ هستنى تليفوناتكم. ونقول بقى المقادير. معايا كوبايتين من الدقيق، دقيق اي حاجه مفيش مشكله. معايا معلقه كبيره من الخميره. هو طبعا بصوا هو انا بقول لي دقيق اي حاجه علشان السنابو يمشي حاله، احنا هنحط له كريمه في نص التسويه وحاجات كده فهيمشي حاله، لكن هو الاصل الاصل يكون الدقيق بتاعه برده مكتوب عليه بيتزا او مخبوزات، تمام؟ فلو مش متوفر عندك خالص تقدري تستخدمي دي اي حاجه هيظبط مفيش مشكله. كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره، نص كوبايه لبن دافي، طبعا دي عشان نعجن فيها العجينه في الاخر يعني، بس هنحط معلقه كبيره من الخميره، ربع كوبايه من السكر، تلت كوبايه زبده سايحه، تمام؟ بيضه واحده بس وعليها طبعا فانيليا ورشه ملح ولبن دافي للعجن تقريبا نص كوبايه، وهنشوف هنحتاج منها اكتر شويه او اقل شويه حسب الدقيق بتاعك وانت بتعجني. للحشوه بقى بتاعت السنابو هنحتاج ندهن، بعد ما نفرده كده ندهنه بحته زبده، ومعانا كمان رشه سكر كده هنرش سكر، ونحط قرفه، نحط كاكاو خام زي ما انتوا عايزين، كل ده هنرشه كده على العجينه لما نيجي نفردها. التوبنج بقى اللي هنسقي بيه السنابو كده في على الوش بعد ما يستوي، معنا جبنه مربعات انتوا عارفينها طبعا، الجبنه المربعات دي تقريبا 8 مكعبات منها، هنهرسهم معاهم ربع كوبايه من الزبده الطريه، تمام؟ معاهم كوبايه من السكر البودره المنخول، وضروري جدا يكون منخول، معلقه صغيره من الفانيليا ورشه ملح، وكم معلقه لبن كده علشان نعمل سمك حلو للتوبنج ده قبل ما نحطه على السنابو. وبس خلاص، وصفه خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. هنجيب بوله هنا كبيره عشان نعجن العجينه، هنحط الدقيق وعليه طبعا رشه الملح كده، وهنحط بقى ايه السكر والخميره بالشكل ده، ومعانا البيضه هنحط عليها الفانيليا، وعايزين نخفقها كويس قوي. استنى ما اجيب شوكه اهو، عايزه كده اخفقها كويس قوي قبل ما اضيفها على ايه العجينه. نحط عليها الفانيليا كده اهو، بس كده. وعايزين نحط الزبده في المايكرويف تسيح، احطها في المايكرويف وناخد منال. الو يا منال، اهلا وسهلا، يا مساء الورد. ازيك يا ماما؟ والله انا يعني انا دايما بحرص على ما اكلمك حبيبه قلبي. حبيبتي جميله وبسيطه ويعني مسهله لنا كل حاجه بصراحه. حبيبه قلبي ده انا اتشرفت جدا والله، ربنا يسعدك، فرصه سعيده قوي قوي. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. الله يخليك يا مروه. بقول لك يا مروه، طريقه عايزه اعرف طريقه عمل القرص الطريه. حاضر يا استاذه نوها، انت ما نزلتناش في جالنا تليفون برضو في اول الحلقه برضو، حالا دلوقتي حالا دلوقتي القرص الطريه فورا جربوها وقولوا لي ايه رايكم. حبيبتي نورتينا بتليفونك، ما تحرمش منك ابدا. نشوف الزبده احنا عايزينها سايحه اهي، ساحت وبقت خطيره. ايوه القرص المبسوسه الطريه اهي على الهواء يا جماعه، جربوها حلوه قوي 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 بقى من هنا لغايه 100 سنه. انا بعد بقى ما سيحت الزبده هنحطها هنا كده على العجينه، وعايزين بقى نحضر اللبن. معايا برضو اللبن اهو جنبي علشان ايه نلم كل الكلام الحلو ده. لبن دافي خلوا بالكم، اللبن الدافي هيسرع لنا الحكايه اسرع يعني كده بالشكل الحلو ده، ونلم العجينة كويس كده اهو. نحط بقية كمية اللبن كلها كده اهو، بس كده. اول ما العجينة تلم معاكي تعجنيها كده شوية صغيرين يعني مش قوي، تحسي بس كده انها ايه طريت شوية، وهنسيبها تخمر وتبقى خطيرة كده اهو اهو.
محتاجينها بقى تخمر بعد ما نعجنها كده لمده دقيقه ونص ولا دقيقتين بالكتير. انا معايا واحده خمرانه هجيبها لكم حالا. تعالي يا عجينه اهو. ممكن نجيب بقى ايه المفرش الحلو ده عشان اوريكم عليه انا هعمل ايه. ناخد بقى العجينه الحلوه دي كده، ناخدها كده ونحطها هنا كده. ومحتاجين بقى ايه نفردها كده. افرديها بقى بالنشابه، تفرديها بايدك زي ما انت عايزه كده. ومش عايزينها تبقى رفيعه قوي، خلي بالك كده بالشكل الحلو ده. الطبيعي بتاعها ان احنا بعد ما بنحط لها الحشوه بن ايه بنعملها كده بالطول ونبتدي نلف كل شريحه على نفسها. انا بقى عشان هعملها ميجا فهقول لكم دلوقتي ازاي. انا معايا صينيه الكيك دي، عايزه ايه ادهنها الاول سمنه، حاجه مهمه جدا وبالذات الاطراف كده اهو. انا قلت سمنه، لا زبده قصدي، بالذات كده الاطراف حواليها كله تدهن كويس قوي تمام. ومعانا زبده طريه. هنا نيجي على العجينه ندهن كده ايه على العجينه زبده طريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. كده معانا كادي. الو الو، اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه. بتحبي سينابو؟ ايه بتحبي السينابو اللي احنا بنعمله ده؟ ايه رايك؟ حلو جدا، خطيره. حبيبتي يا سكر، قولي لي عندك اي سؤال. عايزه اشوف الكب كيك، عايزه اشوف وصفه الكب كيك. حاضر، نعمل لك كب كيك مخصوص يا كادي. حاضر. يا روح قلبي، ميرسي على تليفونك يا سكر. انا حطيت القرفه والسكر وهنحط كمان شويه كاكاو كده اهو زي ما انتم شايفين. وطبعا ايه دهنا زبده الاول، خلوا بالكم الحكايه دي اهو كده بالشكل ده. عايزه اغير الجلوفز ده بقى عشان ما نطخش العجينه. ومعايا سكينه وهبتدي اقطع العجينه دي شرايح. مش هعملها بالفكره اللي هي القديمه بتاعت اللي هم الصغير العادي ده ونلف كل واحده على نفسها، لا هجيب سكينه. من السكينه اهي بصوا هنقطع كده 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 اهو كده اهو. وناخد اول واحده دي كده نلفها كده على نفسها. بصوا الشكل ده اهو، بدل ما نحطها كده بقى لا نيجي كمان بقى على اللي بعدها ونلف نلف نلف، ونيجي برضو على اللي بعدها. بصوا اللي انا بعمله ده كده اهو، بصوا بيبقى شكلها ايه فظيع. نيجي برضو على اللي بعده كده 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 اهو. حاضر يا استاذه سمر، حاضر يا فندم، خلاص يعني البرنامج خلص. حاضر حاضر اهو كده 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 اهو. طلعت بقى ايه اهو واحده عملاقه لسه هتخمر. ونحطها بقى ايه في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، ونغطيها ونسيبها ربع ساعه 20 دقيقه. هتلاقوها اتنفخت وصلت لكميه الصينيه كلها. تدخل فرن سخن على الرف اللي في النص درجة حرارة 180، سيبيها لمدة 10 دقايق، بعد كده خرجيها من الفرن واسقيها كريمة طبخ أو ممكن لبن أو قشطة تمام. تسقيها كريمة طبخ، بعد ما تسقيها تدخليها الفرن تاني تاخد 10 دقايق كمان، هتلاقيها خدت لون وبقت رهيبة تمام. تطلعيها بقى من الفرن تكون محضره لها التوبنج اللي احنا قلنا عليه اللي هي الجبنه المكعبات معاها زبده وسكر بودره ضروري يكون منخول، ومعانا فانيليا وشويه لبن وكله كده. ممكن تضربيهم بالمضرب الكهربائي او تهرسيهم عشان يعمل لك صوص حلو كده. اوريكم الصوص هنا. طبعا احنا هنا السينابو ده صغير مش الميجا، بس انا طقت في دماغي بقى دلوقتي، وانا حتى بيقولوا لي طب ما كنت قلت لنا يا مروه، لا انا طقت في دماغي دلوقتي ده انا عايزه اعمل معاكم الميجا.
فان شاء الله يا رب يعجبكم. انا هحط كده بقى التوبنج الحلو ده اللي فيه الجبنه واللبن والسكر كده كده اهو. خدتوا بالكم لما بيبقى السكر منخول مش هنلاقي ابدا فيه اي كلاكيع، ودي حاجه مهمه لازم تعملوها كده اهو. وايه بقى عشان يبان الحلاوه والجمال. يا رب تكون الحلقه عجبتكم والوصفات النهارده كانت مشجعه كده ولطيفه تجربوها. انا ببقى مبسوطه جدا في حلقات الهوا بصراحه كده اهو. بس كده وعايزه بقى اعمل رشه بقدونس على المكرونه النجريسكو ديليسيا المصريه الخطيره اهو. عملنا ايه بقى النهارده؟ عملنا اول وصفه مع بعض النجريسكو، صينيه نجريسكو مكرونه بالفراخ. استخدمنا فيها المكرونه الاسباجيتي من ديليسيا المصريه، مكرونه حلوه جدا فيها بروتين وما خدتش ابدا اي وقت اتسلقت معانا واحنا مع بعض في الحلقه، خطيره. والوصفه الثانيه عملنا الفطائر البيتزا، خطيره جدا جربوها هتنفع للعشاء للمدرسه للفطار تجنن. واخر حاجه السنابول حلو ده بالصوص بتاعه مناسب بقى في الشتاء، كلوه كده وبالف هنا وشفا. بشكركم جدا جدا انتوا اتفرجوا عليا، وميرسي لكل حبايبي اللي اتصلوا واللي ما عرفوش يوصلوا لنا. احنا بكره برضو هنكون معاكم على الهوا، احنا بنبقى على الهوا السبت والحد والاثنين الساعه 1، والبرنامج طبعا يوميا، وكل الوصفات دي بتلاقوها على قناه اليوتيوب بتاعه النهار. انا بحبكم قوي، استنوني بكره بقى على الهوا الساعه 1. باي باي.